على غير العادة المتبعة في انتخابات معظم الدول، تأتي الانتخابات المصرية دون برامج معلنة أو مناظرات بين المرشحين في السباق. إنه عهد السيسي، العهد الذي أصبح فيه مباحًا أن تقتصر حملة مرشح على نشره اللافتات الداعمة، وتعليق صوره وحيدًا بوسط سماء مصر، في ظل غياب منافس حقيقي له. ومقابل الحمله الانتخابيه الجاحفه اطلق رواد التواصل الاجتماعي حمله مضاده اظهرت خفه دم المصريين الذين تفننوا باشكال السخريه من حمله السيسي الانتخابيه وتفرده وحده بالسباق الانتخابي مستعملا العصا في اجبار المصريين على التصويت له المنافس الوحيد الذي دخل المسار الانتخابي متاخرا هو موسى مصطفى موسى والذي يعرف بتاييده المسبق للسيسي غياب المنافسه او ترشح السياسيين بارزين يرجع لاسباب متعلقه بالمشهد السياسي والقانوني في مصر حيث تم استبعاد المرشحين المحتملين الواحد تلو الاخر والذي كان اولهم الحقوقي خالد علي حيث وجهت اليه تهم بالتحرش الجنسي الى ان اعلن عزفه عن خوض الانتخابات واستقالته من حزبه اما الضحيه الثانيه فكان رئيس الوزراء السابق احمد شفيق الذي اعلن ترشحه من خارج البلد حيث تم توقيفه في احد المطارات وترحيله لمصر حتى يعلن بشكل مفاجئ الانسحاب من السباق بعدما وصفه باعاده تقدير للموقف العام وآخر الضحايا كان الفريق سامي عنان الذي اعتقل بعد مدة قصيرة من إعلان ترشحه بحجة قيامه بتزوير في محررات رسمية. كما وأحيل عضو حملة عنان للنيابة العسكرية بعد محاولته الضغط على السيسي وتهديده بوجود أوراق قد تنهي عهده. أحداث محمومة سبقت إغلاق باب الترشيح ولم تتوقف حتى الآن مع ممارسة السيسي للقمع الأمني الذي وصل حد إجبار الموظف على التصويت وإلا فإن الاعتقال بانتظاره بعد إنزال خصم في راتبه إقبال الناخبين القليل بدأ مشهدا متوقعا مع افتقار السيسي للشرعية والتفويض اللازم لخوض الانتخابات التي لم تضم إلا من وصفوه بالكمبارس مصطفى موسى وعليه فان السيسي سيكمل جميله بشكل قطعي وقمعي